استباقا لجولة مباحثات جديدة في فيينا، أعلنت إيران أنها ستبدأ تخصيب اليورانيوم بنسبة 60% اعتبارا من الأسبوع المقبل. وأكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن طهران أبلغتها برفع نسبة تخصيب اليورانيوم. بدوره عبر البيت الأبيض عن مخاوفه ووصف الإعلان الإيراني بالاستفزازي، لكنه توقع استمرار المفاوضات، فيما وصفت الرئاسة الفرنسية الأمر بالتطور الخطير الذي يستدعي رداً منسقاً. وتعليقاً على استئناف إيران تخصيب اليورانيوم، حث مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف حث على ضرورة استعادة خطة العمل الشاملة المشتركة بين إيران والدول الموقعة على الاتفاق النووي، مضيفاً أن جولة المباحثات الجديدة في فيينا أرجئت إلى الغد بعدما كانت مقررة اليوم. واعتبر الرئيس الإيراني حسن روحاني أن هجوم نطنز قبل أيام كان مؤامرة لإضعاف موقف بلاده خلال المفاوضات الجارية في فيينا. وأكد روحاني أن رفع نسبة تخصيب اليورانيوم وتركيب أجهزة طرد مركزية جديدة جاء ردا على ما أسماها بجريمة نطنز. وجدد الرئيس الإيراني دعوته لواشنطن إلى العودة للاتفاق النووي ورفع العقوبات كشرط للعودة إلى التزامات طهران النووية. عملية تخصيب اليورانيوم تعني فصل النظائر المختلفة للعنصر المشع وزيادة نسبة اليورانيوم الذي يستخدم في مفاعلات الطاقة السلمية إلى 235، نظرة أكثر في التقرير التالي. تخصيب اليورانيوم هو عملية لفصل نظائر اليورانيوم، أي فصل اليورانيوم 238 عن اليورانيوم 235 بغرض الحصول على نسبة مرتفعة من اليورانيوم 235 الذي يصلح للاستخدام في مفاعلات الطاقة النووية المدنية وكذلك إنتاج أسلحة نووية. يحتوي عنصر اليورانيوم في الطبيعة على نسبة 99.3% من نظير اليورانيوم 238 و 0.7% من نظير يورانيوم 235. وحينما تزيد نسبة تركيز اليورانيوم 235 عن 0.7% يصبح مفيداً للاستخدام في مجال الطاقة النووية. تتم عملية رفع نسبة اليورانيوم 235 التي يطلق عليها التخصيب على عدة مراحل. يتم في كل مرحلة منها عزل كميات أكبر منه عن نظائره، وتجري تلك العملية من خلال أجهزة الطرد المركزي، بحيث يزداد اليورانيوم تخصيباً بعد كل مرحلة لحد الوصول إلى نسبة النقاء المطلوبة. وعند وصول نسبة النقاء إلى 5.3% يصلح اليورانيوم 235 لإنتاج الطاقة الكهربائية في المفاعلات النووية، وعند وصولها إلى 20% يستخدم في مفاعلات البحوث العلمية، وعندما تصبح نسبة النقاء 90% تنتج الأسلحة النووية.